السلام عليكم بنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ نتمنى كامل ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وفيديو هذا يلقاكم دائما في اتم الصحه والعافيه. اللي دخلوا جداد توج نقول لهم الف مرحبا وسهلا بكم، واللي اول مره تزور قناتي نقولها بالك 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 تنسي الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. وصفتنا لنهار اليوم حاجه حلوه، حاجه معسله، وحاجه بزاف 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 كلاس. صور يتعبر على نفسها. درت لكم بسبوسة من أروع ما يكون، تجي خفيفة ومعسلة، وراكم تشوفوا يعني الصور راهم يعبروا على نفسهم. أنا نكهتها أو درتها بالذوق تاع البرتقال ولا تاع التشينة، راهي في وقتها وجات منعشة منعشة. ما نحكي لكمش يعني هذاك الزست والجو تاع التشينة، زاد لها واحد البنة ما شاء الله ما شاء الله. يا البنات نتمنى من كل وحدة تجربها وتدعي لي دعوة خير. شوفوا يعني شكلها يعني تحفة بلا مبالغة. عندكم مناسبة ولا عندكم عرضة ولا عندكم خطبة، حاجة بزاف بريستيج واني نقسم فيها قدامكم. شوفوا البنات شوفوا كيفاش تجي خفيفة قطن، وندي غير موسكوتشو ماشي بسبوسة. نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل توحش بعيد. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نبداو فيها البنات هي السيرو ولا الشربات ديالنا. عندي كاس ونص تاع سكر بهذا الكاس اللي السعة ديالو 220 مليلتر. عندي كاس من عصير البرتقال إلى توفر خياتي، ولا ما توفرش ما كان حتى مشكل، ديرو 3 كيسان تاع الماء. أنا لهنا درت كاس تاع عصير البرتقال وزوج كيسان ماء، يعني كل كاس سكر تقابلو زوج كيسان ماء. وأنا العصير تاع البرتقال زدتو جوست باش يعزز لنا هذيك النكهة تاع التينة. نحطهم فوق النار يغلو 10 دقايق ونطفي عليها. ندوزو المقادير تاع البسبوسة ديالنا. عندي كاس إلا ربع عصير برتقال، عندي كاس إلا ربع سكر، عندي كاس إلا ربع زيت، وعندي كاس سميد متوسط، والكاس الثاني نصف سميد ونصف فارينة. هاد المقادير البنات انا درتهم باسكو السنيوه ديالي شويه صغيره، نتوما الا كانت السنيوه ديالكم كبيره بيان سور راح تضاعفوا المقادير. عندي زوج باكيات خميره لافاني ورشه صغيره تاع الملح. الريسيبيون ديالي نكسر الحبيبات تاع البيض، نحط عليهم الملح ولافاني، نزيد نحط سكر. اللي تحب يعني الحلاوه ناقصه تقدر تنقص الكميه تاع السكر، دير نص كاس تكفي. نحط زيت ديالي هكذا ونزيد نخلطهم هكذا حتى يندمجوا معايا كامل المكونات، ونحط العصير تاع البرتقال. يعني قلت لكم الطعم ديالها يجي معزز بالكو تاع البرتقال ما شاء الله. اللي تحب تزيد شويه زاست تاع البرتقاله تاع التشينا ما كان حتى مشكل البنات. انا كي درت العصير استغنيت على لوزاست. نحط السميد ديالي، قلت لكم كاس سميد متوسط، والكاس الثاني درت نصفه سميد ونصفه فارينة، يعني كاس ونص سميد متوسط ونص كاس فارينة. عندي زوج باكيات خميرة، نخلطهم مليح هكذا كيما كنتو تشوفوا. والمقادير يعني مضبوطة، شوفوا لهنا البنات يتبان لكم شوية خفيفة. أنا خليتها ريحة 10 دقايق، شوفوا كيفاش شرب معنا داك السميد وجا القوام تاعها سوا سوا. السنيوة ديالي دهنتها أنايا بالزيت فوالا، ونجي نفرغ كامل الخليط ديالي في السنيوة هكذا، وندخلها للفور يعني مسخناتو 5 دقايق مقبل على نار متوسطة. شدت معايا البنات الطياب 35 دقيقة من التحت، وزدت حمرتها 5 دقايق من الفوق فوالا. هاي ليك وهي سخونة خياتي، نشربها بالشربات اللي تكون باردة. نحط كامل الكمية، خليت كمية قليلة برك إلى يعني كي ريحت، إلى لقيتها شربت بطبع اللهم بارك، ولا لقيتها يعني مازالت شوية ناقصة نزيد نكملها هذيك القطيرة اللي خليتها. أنا كملتها لها يعني من بعد ساعة زدت كملت لها هذيك القطيرة. نجيب البورت بياس ديالي فوالا، ونقطع هكذا كيما راكم تشوفوا. البنات تقدروا بيان سور تقطعوها معينات ولا مربعات، هذاك الشيء يولي ليكم. انا حبيت برك يعني نعطي لكم فكره، حاجه بزاف كلاس لمناسباتكم ولا لافراحكم ولا حتى سهراتكم الرمضانيه، حاجه فريمون تحمل الوجه مع لاتاي. انا واش راح ندير خياتي، راح نطلع شويه شونتيي ونزينها ونولي لكم. شوفوا خياتي العلو ديالها البسبوسه ما تجيش عاليه بزاف بزاف، يعني هكذا يكون علو متوسط ماشي هابطه ومشي عاليه بزاف. فوالا البنات هاوليك الشكل النهائي تاع البسبوسه ديالنا. قلت لكم طلعت شويه شونتيي، درت هكذا اون غوزاز. كاين اللي درت لهم رشه تاع لوزست تاع التشينا، وكاين اللي درت لهم رشه من البيستاش، وفي الاخير زدت لها بعض القطرات من الكراميل. وهذا هو شكلها النهائي البنات، شاهدكم في الجنه جات من اروع ما يكون.
خفيفة ما نحكي لكمش يعني، والله غير يعني الصور راهي تعبر على نفسها. وندي غير راكم تاكلوه في المسكوتشو، مسكوتشو جاية خفيفة ومشربة، ماشي كامل تقيلة، ماشي معجنة، ماشي ما شاء الله. وحاجة يعني بزاف توب للمناسبات، للعرضات، للحفلات، لسهراتكم الرمضانية، يعني حاجة فريمون ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم بنات، ان شاء الله تكون نالت رضاكم ونالت اعجابكم، وطبقوها وتنجحوا فيها وتكثروا لي دعاوي الخير. ما تبخلونيش خياتي بجام وبختار صحباتكم وحباباتكم اللي مشي مشترك في القناة، تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد، الا وصفة قادمة وطبق قادم. خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.